ضربات هي الأعنف يتلقاها الإنقلابيون في هذه الجبهة التي لم تهدأ أبداً. ومثل كل مرة يتسيد طيران التحالف المشهد موجهاً ضربات قاتلة لمواقع ميليشيا الحوثي وصالح في مديريتي حرض وميدي في وقت تتصاعد حدة القصف المتبادل على طرفي الحدود. أكثر من 18 غارة جوية نفذها طيران التحالف خلال الساعات الأخيرة على مواقع ومخازن أسلحة للميليشيا في مديرية حرض، وسط تحليق مستمر للطائرات في سماء هذه المديرية الحدودية. هذه الغارات تتزامن مع تصاعد حدة المعارك بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا المخلوع صالح والحوثي من جهة أخرى، فيما تركز القصف من جانب حرس الحدود السعودي على مخابئ قيل أنها تأوي مقاتلين من ميليشيا الحوثي وصالح على الجانب اليمني من الحدود قبالة منطقة حثير السعودية. معارك الساعة 24 الماضية تفيد بسقوط عشرات القتلى من عناصر الميليشيا أغلبهم في مديرية ميدي. من هذه المواقع في حرض يرقب مقاتلو الجيش الوطني تحركات الميليشيا على وقع الضربات الجوية التي تستهدف مواقعها القريبة جدا، مؤذنة بتحولات وشيكة باتجاه الحسم في هذه الجبهة الهامة. تأخذ المعارك هنا شكل مواجهات تصل حد الالتحام الذي يضفي عليها وقعا استثنائيا تعبر عنه الإرادة القوية لمقاتلي الجيش الوطني والمقاومة، وهم يستعيدون هذه الأرض دون توقف ويفتحون فصلا جديدا من تاريخ الجمهورية.